يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما جاء عن الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد أن الكفار يرون ربهم يوم القيامة رؤية عذاب لا رؤية نعيم، ما معنى هذا القول؟ ما هي برؤية إكرام، إذا ثبت أنهم يرونه في عرصات القيامة يعني في ساحات القيامة، إذا ثبت هذا فليست رؤية إكرام كما يحصل ذلك للمؤمنين. نعم.